مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. أخي مالك أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أخت فرحة. ما أنت أخطأت في قراءة للأسف تلاوة هذه الآية. الآية تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم الآية التالية خلق الإنسان من علق، يعني متكررة خلق مرتين. طب إيه الإشكالية دي؟ طيب الإشكالية فعلا يا أخت فرحة عندما بدأت في قراءة الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه الآية، لدينا إشكالية تقول يجب عندما نقول مفعول أن يكون ماذا خلق. عندما نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق يجب أن يكون لدينا ذكرا لماذا خلق، لما ما هو الشيء المخلوق بالزبط. الآية لا يوجد لها متمم، هذه النقطة إشكالية شديدة. طب ما أنا تممتها هو يا لا أخي. أنت عندما تممت الآية فأنت قفزت لأنك حذفت جزء من الآية. يبقى أنا قلتها صح؟ صحيح، ولكن الآية في الطريقة الحالية ليست كذلك. يقول المفسرون أن فعلا الآية ناقصة متمم، فنحن يتخيل الغرب من كتاب من غرب آية التنزيل يقول ربما كانت المعنى أني مفعول ومضمر تقديره الذي خلق كل شيء. ربما الاحتمال الآخر أني يمكن يكون مفهوم من أن الله الذي خلق كل شيء، نحن ما مضطرين نحكي هالكلام. ولكن لغويا لو أنت كتبت هذا الكلام بأي كتاب مدرسي في أي موضوع مدرسي، استاذ اللغة العربية رح يعطيك ينقص لك علامة، يشطب عليك علامة طبعا على طول، حسقط على طول، لأنه أنت استخدمت فاعل لم تذكري المفعول به طبعا. فإذا نحن لدينا مشكلة. القرآن رغم أنه هو يدعي المسلمون أنه كتاب بيان، ولكن في الواقع لا يوجد فيه بيان في هذا النقطة على الأقل. طب لما نقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ليه ما يكونش المقصود بها ان هو خلق الانسان من خلق الاولانيه دي، انه خلق الانسان؟ صحيح، لانه في الحقيقه النص هون هو نص جزء حاله. كيف الايه في عند المشكله في الصوره فيها مشكله اني محمد لما قدم الايه قدم بقالب بلاغي، كان بهمه البلاغه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق وسكت. خلق الانسان من علق. سكت. أراد دائما أنت بقافية معينة. اقرأ وربك الأكرم الذي معلم بالقلم، فهو غير القافية للميم. علم الإنسان ما لم يعلم. فالإشكالية الوقافية هو لو قال مثل ما أنت كتبت اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، منطقية جدا، ولكن كانت راح تخسره التأثير الموسيقي. فإذا كان في ذهن الكاتب أو الناظم كيف يؤثر سماعيا على المستمعين، فأوقع حاله في فخ أنه لم يذكر مفعول من أجل أن يؤثر فقط سماعيا على المستمعين. طيب أخي مالك، يبقى كان الأهم أن أنا أسمع صوت موسيقى ولا أسمع صوت عقل؟ العقل بيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، صحيح، مش يغير في يحط كلمتين ويغير في القواعد كلها علشان يبقى القافية تبقى مظبوط. صحيح، فقط من أجل القافية حتى يكون لديه تأثير موسيقي كبير على آذان المستمعين. طيب بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، يعني إيه اللي هتستفيدوه من التفسير الموسيقي وبتقولوا إن القرآن كتاب بيان أهو، حاجة واقعة في النص. ماذا خلق؟ خلق إيه؟ احتار كل المفسرين فيه وقالوا ده من غرائب القرآن. فأنا بشكركم فعلا، مفيش بلاغة ولا حاجة، هو كان مهتم بشوية القافية والحاجات دي كلها. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من